حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه، واللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. موضوعنا الاول في هذه الفقرة موضوع مهم جدا يجب انه نتحدث به باسحاب كبير جدا. مجلس القضاء او القضاء بصورة عامة ابلغ كافة المحاكم بقرار مفاده شنو؟ انه الدقة العشائرية من قضايا الحق العام ولا افراج عن المدان حتى لو تنازل المشتكي. يعني اكو مرات قضايا تصير يقول لك هذا حق شخصي، هذا يقول لك حق عام، هذا يقول لك لازم ياخذ يعني عقاب من الدوله، لازم هذا اذا تنازل يقدر يطلع واحد، بس هنا بهاي الحاله لا ما يقدر يطلع اذا تنازل عليه المشتكي لان اكو حق عام بالموضوع. فتم اعتبار الدقه العشائريه هي حق عام، فبالتالي ابلغوا المحاكم انه لا افراج عن المدان لانه اكو حق عام حتى اذا تنازل عنه اللي مشتكي عليه. هذا الموضوع موضوع مهم جدا. اليوم احنا في بلد قانون، واكيد كل عشائرنا الاصيله هي تحترم القانون، لذلك احنا نقول اللجوء الى القضاء، الى القانون، الى الشرطه هو الحل الامثل. اليوم احنا في بلد عانينا ما عانيناه في الزمن السابق، لكن اليوم احنا البلد استعاد عافيته، اليوم قدرنا انه نفرض القانون، قوة اذرع القانون من الشرطة، القوات الامنية، كل اذرع القانون اليوم هي لازم تاخذ دورها تاخذه، لازم مساعدتنا. اليوم احنا الشعب احنا اللي نساهم بمضي القانون، اليوم احنا لازم نكون ايضا من الاذرع الساندة للقانون. وانا متاكد جدا انه عشائرنا الاصيله والطيبه هي مع هذا القرار. اليوم احنا دائما ما نضرب المثل بعشائرنا الاصيله، العشائر الكرام والطيب اللي ترسم اجمل صور يعني تخليها عالقه في اذهان جميع الناس. يعني مثلا تشوف لك سائح مثلا او احد يجي يجري اختبارات او شيء مثلا في الناصرية، في أوار الناصرية، راح تلقى العشائرنا الطيبة اللي هناك تقوم له بالواجب وتسوي اللي يعجز انه يسويه بلد زين. تشوف مرات احيانا تصير قضايا، اليوم قضايا بين شخص وثاني، تتدخل العشائر الطيبة وتحل الموضوع بشكل ودي. احنا هذا اللي نريده. اليوم احنا لازم انه اذا ما نحل الموضوع بالودي يجب انه نذهب الى القانون. القانون هو اللي لازم احنا نخليه هو السائد، قانون هو اللي ياخذ لك حقك. واكيد ما حد راح يعترض على هذا القرار، واحنا نشد على ايادي القضاء وايضا المحاكم، وايضا نطلب انه القوات الامنية تاخذ دورها الكبير، تاخذ دورها في ردع كل ال الشغلات اللي تصير، كل الامور، كل الاحداث. اليوم احنا لازم نبدي من جديد يا جماعه الخير. اليوم اذا احنا ما نصير حريصين على بلدنا ترى ما حد راح يصير حريص. اليوم احنا لازم نكون احرص من القوات الامنيه، احرص من القانون، احرص من الكل. اليوم احنا لازم نكون احنا ساندين وداعمين لكل قرارات، لكل واجبات، لكل قوانين تطلقها الحكومة والدولة ومجلس القضاء. احنا في بلد القانون، لذلك يجب ان يكون القانون هو السائد، وهذا ما الكل يتحدث به من رئيس وزراء، من مجلس نواب، من سلطات قضائية، تنفيذية، تشريعية، كل اللي يطلعون وكل اللي يحجون. اليوم احنا لازم نطبق القانون، لذلك القانون لازم يطبق من خلالنا احنا. احنا الشعب احنا لازم نتطور، احنا لازم نعرف انه اليوم اللي حق انا لازم اخذ هذا الحق بالقانون. فاحنا نقول شكرا
القضاء، لمجلس القضاء، شكرا للقوات الأمنية، شكرا للجميع اللي يريد مصلحة العراق. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وتعليقات الناس ماذا كانت. يقول القضاء يبلغ المحاكم، الدقة العشائرية من ضمن قضايا الحق العام ولا إفراج عن المدان حتى لو تنازل المشتكي. يعني ماكو بعد، حتى إذا المشتكي تنازل بعد ماكو، وهي من قضايا الحق العام. التعليقات، يقول عباس الياسري: القانون لابد أن يسود، الدولة حتى وإن كانت ظالمة أفضل من غابة وحوش. أما سعد يقول القضاء ينظر بعين واحدة لكثير من القضايا. خلينا نشوف هاي القضايا شنو. فهو لا يعالج قضايا الإجرام والابتزاز العشائري ولا يتدخل لحماية المواطنين. أنا أول مرة أشوف الإجرام والابتزاز العشائري، أنا ما سامع يعني شنو معناها ما أعرف. ولا يتدخل لحماية المواطنين. ليش ما يتدخل لحماية المواطنين؟ بالعكس، أنت صارت لك قضية أو مشكلة واتصلت بالقوات الأمنية وما أجوا تدخلوا، ما راح تشتكيت يوم قاضي لك حق يوم شخص وما أخذ لك حقك؟ ليش يعني هسه احنا منين جايين؟ يعني مثلا من وراء الجبل منين جايين؟ يعني ما واصلنا هذا الشيء. بالعكس، اليوم عندك حق تروح للمحكمة تاخذ حقك، قضاة يجيبوا لك حقك. بعد ما أعرف أنا. وعندما يبدأ المواطن بالمطالبة بحقه بيده يتم تطبيق القوانين ضده. زين خويا احنا بغابة يا سعد، يعني احنا بغابة تاخذ حقك بيدك يا حبيبي؟ ها شلون يعني؟ هذا شلون حكي يعني؟ احنا مو بغابة، اليوم احنا في بلد قانون، في بلد. استاذ سعد حبيبي، احنا اول من شرع القوانين للعالم، احنا هذا البلد، فانت لازم تكون مساند لهذا الموضوع. لابد من دراسة متكاملة لأسباب النزاعات في كل المحافظات وتحديد جهات الابتزاز والإجرام العشائري. أنا وعدك إنه إذا فهمتني أنت موضوع شنو معنى الابتزاز العشائري، لا نسوي قانون. ليش ما نسوي؟ بس قل لي هو شنو يعني معنى الابتزاز؟ اليوم عشائرنا الطيبة الكريمة اليوم مثل ما نقول بالمثل الدارجة أصحاب حظ وبخت. اليوم إحنا نشد على أيديهم وهم راح يطبقون القانون، وأنا متأكد من هذا الشيء. أمير يقول كون يتطبق هيتشي قول وفعل، قول وفعل. حيدر يقول خطوة بالاتجاه الصحيح. أما محمد يقول كفو والله، خطوة موفقة. هذا كان آخر تعليق من قبل محمد بخصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع أنه الدقة العشائرية صارت من ضمن قضايا الحق العام، فلذلك ماكو إفراج للمدان لأنه لازم يأخذ الحق العام مجراء، فلازم يتحاسب على هذا الأساس. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس اللي هو موضوع الدقة العشائرية. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة هو موضوع دائما ما نتحدث من خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال القنوات، من كل الأمور. العراق بلد الحضارة، هذا البلد القديم اللي منذ آلاف السنين اللي ظهر أمامكم على الصورة. هذا معبد وقصر سومر تم اكتشافه في الأيام اللي مضت. وين؟ بالناصرية. يمكن محافظة الناصرية هاي المدينة، يمكن هاي يعني بيها شغلات، يعني ما اعرف، يعني ما اعرف شلون اوصفها. يا ناس يا عالم، ترى هاي المدينه، هاي مدينه حضاريه قديمه اثريه، هاي محافظه بيها شغلات. مثلا 4500 عام مثلا، يعني هذا اللي تم اكتشافه المعبد والقصر، 4500 عام. يعني للسومريين 4500 سنة. عمي هاي بالناصرية، عمك بلدان بلد يحتفلون بعيد الوطن 57 58. اليوم احنا بس هذا المعبد والقصر
قبل 4500 سنة. شوف الفارق الكبير. أولا يجب على محافظ الناصرية أو الحكومة والدارة المحلية بالناصرية أنه من يلقون هيك مواضع، هسه أني كشخص كمواطن أمنيتي هسه من هذا اكتشفه أروح أشوفه، أروح أتفرج، أسيجي أهتم بي، أخلي لي تيكت للدخولية 3000 5000 دينار، هم أفيد محافظتي وهم أفيد المكان الأثري وهم أسوي فد حركة سياحية لهاي الأماكن الأثرية. أنتوا تدرون إذا بحثت باليوتيوب هسه سواء بالإنجليزي أو بالعربي عن سائح ألماني أو سائح أوروبي أو هولندي في الناصرية، تدرج يد راح يطلع لك، يجون من هاي الدول يبحثون ويشوفون منه. زين هم جاي برجلية، يعني أنا ما بقى شيء قوي حتى أقوم أستقطب ناس أكثر، فقط أهتم بالمكان، أسيجه أسوي دخولية نظام إلى تيكت 5000 3000 دينار، أهتم بي، أبني يمه شغلات جديدة، خلي الناس تجي. يا مو هاي فلوس راح تدخل لكم. يعني أنا ما أعرف ليش، يعني مثلا محافظ الناصرية، معقول هاي الفكرة يعني ما تجي على بالك، ما تجي على بال مجلس محافظتك، أعضاء مجلس المحافظة، ليش يعني ما تجي هيك أفكار على بالكم؟ يا أخوان خلي ماكو يعني التلازم قرار، وزارة السياحة والآثار موجودة، مجلس الوزراء موجود، حاجوهم طلبوا منهم أنه خلوا ياب إحنا نريد نهتم بهذا المكان. 4500 سنة السومريين بالناصرية، يعني ما عدا أور والزقورة وغيرها وغيرها من الآثار اللي لا تعد ولا تحصى في بلاد الرافدين، في بلاد ما بين النهرين. هذا الآثار، هاي الحضارة، هذا التاريخ. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا تعليقات المواطنين. طبعا هذه صورة يقول اكتشاف معبد سومري وقصر ملكي عمره 4500 عام بمحافظة ذيقار بالناصرية. هذا هو، هاي هي صورة من الجو أو يعني من طائرة، من طائرة الدرون فلاي كام ملتقطة هذه الصورة. شوفوا المكان اللي ظاهر أمامكم، وأيضا أكو صورة أوضح، صورة ثانية أوضح إذا نشاهدها. هذه صورة أوضح، شوفوا هاي ما أعرف يعني تحت الأرض اكتشفوها نقبة ودورة مثل ما تشوف. شوف التاريخ، شوف الحضارات، هذا قصر ومعبد. يعني هسه أنت إذا تهتم بعد وتنقب راح تلقي حروف، راح تلقي كتابات، راح تلقي رسوم، راح تلقي هواي شغلات، وممكن تلقي كنوز، ممكن تلقي لك كنز في هذه الأماكن، فد شي حضاري قديم، فد قطعة أثرية، فد شغلات. يعني اهتموا بيهن، يعني شي الراد لهن، شنو اللي يراد لهن؟ يعني شنو يعني؟ والله مو صعبة، والله مو صعبة وتقدروا لها. خلينا نشوف تعليقات المواطنين ماذا كانت. يقول محمد: أنا العراق، في كل شبر من أرضي توجد حضارة، السلام لأرض السلام. الشاعر علاء المغشغش يقول: الناصرية جذر الكوكب، يتغنى في مدينته الشاعر علاء المغشغش: الناصرية جذر الكوكب. حسين يقول: العراق أصل الأرض وأعظم الحضارات، وأعظم شعب في العالم على مر التاريخ بعلمه وأدبه وكرمه، إلهي لك الحمد إني. هاي راح أعدي لك إياها لأن حكيك حلو، هذا الخطأ الإملاء راح أعدي لك إياه. إني ولدت في العراق وأعيش فيه وأموت فيه. ولدت، اكتب حتى يعني تكتبها صح، اكتب ولد، ولد واو لا لام دال وخليتها ولدت، مو ولدت مو بالتاء، ولد
اكتب ولد وبصفته ولدت. إبراهيم يقول يمكن الناصرية قبل 4500 سنة كانت أجمل من الناصرية في الوقت الآن. أنا شبيه قمت أحكي مثل إبراهيم الشبالي، لا تعرف لغة الضوء ولا حركة الأنهار، قمت أحكي مثله. يقول كانت أجمل من الناصرية في الوقت الحاضر، يعني باوع. إحنا البلد الوحيد اللي ماضية أحلى من حاضرة، وحاضرة ممكن أحلى من المستقبل، مع الأسف أقوله، بس إن شاء الله يتصحح وضع البلد. بنين تقول، آخر تعليق تقول والله الشيء اللي يقهر إنه كل هالآثار بس ماكو شريف ابن شريف يهتم بيها ويحسن وضع هالبلد اللي الله نعمه من خيراته. أحسنت يا بنين، هذا البلد اللي لازم احنا نهتم به، اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بمزيد من الخيرات، بكثير من الأمور اللي احنا ممكن يعني شريد نحكي شريد ما نقدر نوصفها، هاي أمور بعد. الحمد لله على كل حال، موضوعنا الثالث والأخير في فقرة فيس تو فيس اللي هو موضوع مهم جدا. أكو إحصائية انتشرت قبل ساعات، كانت ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، ألا وهي يقول لك العراق يسجل 6344 حالة طلاق و25406 عقد زواج في كانون الثاني 2023. اللهم سلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم زد وبارك. بس هسه احنا ايش ناخذ؟ هسه واحد يقول لك ناخذ الجانب او النصف المليان نعوف النصف الفاضي او الفارغ. انا راح اخذ اثنين هن، لان اثنين هن بلاوي عمي. بس بهذا الشهر متزوجين 25406 عمي بالعافية عليكم. بس ليش حالات الطلاق بس بهذا الشهر 6344 حالة؟ يعني اذا نجي نحسبهن من هذا تطلع 25%، يعني هاي النسبة من المتزوجين، يعني ال 25000 زين، اذا هذول كلهم يعني نقول نسبة الطلاق من عندهم راح تصير 6344. هاي 6000، ليش هلقد زواج وليش هلقد طلاق؟ شلون اصير يعني محاضر اجتماعي، انظر، اسولف، شو اسوي؟ ليش هلقد؟ ليش؟ يعني شوفوا اكو شغله مهمه، انا اشوف اغلب حالات الطلاق تكون لي بسبب الزواج المبكر او بسبب الاعمار اللي يعني اللي ممكن ما بالغ العشرين، ما بالغ التسعتاعش عام، يعني جوز 16-17 سنة. أنا أقول شغلة، ترى مو بكل الأوقات إنه أكو زواج ينجح بأعمار مبكرة، ترى أغلب الحالات الزواج ممكن يصير يعني فراق، ممكن يصير انفصال، والسبب إنه الشخص الرجل والامرأة لازم ياخذون نصيبهم من الحياة، يتعلم ويطلع ويشتغل، وتروح المرأة وتجي وتطلع، لازم على قولتهم كل شغلات الحياة يطقن جو رجليه بالمصطلح الدارج، لازم انت قبل لا تتزوج ذني كلهن لازم طاقات جو رجلك مثل ما يقولون. لازم احنا اليوم ناخذ خبره من الحياه قبل لا انه احنا نقرر انه نفتح بيت ونكون اسره. ترى تكوين الاسره مو شيء هين، ليش الله سبحانه وتعالى يعني ينطي حسنات وينطي
فد ميزات للاشخاص، للشخص او الشخص اللي يكون اسره او لحالات الزواج. يقول لك مرات يقول لك الزواج نصف الدين، يعني اكمل نصف ديني. ليش؟ لان هذا انت راح تكون رب لاسره، راح تكون. فانت اذا ما كنت صاحب خبره بهذه الحياه، كيفية التعامل مع الجنس الآخر، في كيفية التعامل مع الشخص أو الإنسان اللي، والعكس الصحيح، يعني أنت كامرأة شلون تتعاملين مع الرجل إذا ما تعرفونه؟ يا جماعة الخير، والله لا تتزوجون، والله العظيم تخسرون فلوس عرس، وتخسرون فلوس أكل وشرب وفنادق وسفر وبعدين أنت الرجال تخسر فلوس حاضر وغايب، وفلوس ذهب وفلوس نفقة وفلوس مدري علي من. يا أخوي أنت لازم تأخذ خبرة بهاي الحياة قبل لا تتزوج. 6344 حالة بشهر واحد، والله حرام. إن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، يعني هذا أبغض الحلال، يعني كلش للأخير إلا توصل للنهاية. فأنت يا أخوي ليش توصل الأمور لهذا الحد؟ وأنا متأكد أكثر حالات الطلاق يصير بها ظلم من الطرفين، يجوز المرأة تظلم الرجل أو الرجل يظلم المرأة. فالتنام ما طول صار ظلم، يعني هذا خاف وكان أبغض الحلال فهو صار حرام رسمي، حرام شرعا، لأن صارك ظلم بهذا الموضوع. يا جماعة الخير تأنوا، خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وتعليقات الناس. يقول باسم الفرطوسي: هذا أمر ينذر بخطر يهدد المجتمع، ولو تأملنا السبب في ذلك لوجدناه في الأعم الأغلب ناتج من تدخل الآخرين في شؤون الزوجين، أما من طرف أهليهما أو من طرف آخر كالصديق السيء أو العلاقات المحرمة وغير ذلك. حنين تقول، حنين هذا الاسم اللي جاي من الحنان الدفء، جاي احجان جاي سولف. يقول: الأوضاع الاقتصادية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والخيانة الزوجية والعنف الأسري وتدخل الأهل أبرز الأسباب. الطلاق سابقا قليل جدا مقارنة بالوقت الحالي. صحيح ما يستوي، ما يستوي شنو؟ ما يستوي نقارن هذا الجيل، ما يستوي نقارن هذا الجيل بالجيل اللي قبله. الجيل الحالي تعود على الترف والسهولة ويجد من يساعده دائما، ويوم يكبر الطفل بعد ما تعود على هذا الدلال فجأة أهله يقولون له يلا تحمل المسؤولية، وهذا الشيء خطأ، لأنه تحمل المسؤولية هو شيء مكتسب ويمارس بالتدريج لكي لا يعيش أي صدمة. ممكن نشاهد الطلاق متزايد هالفترة لأنه الزوجين غير مستعدين لتحمل أمزين. خلص تعليقك حنين، عطشت حنين، تعبت والله العظيم، وما يريد عطشت. تعليق جريدة حنين. أبو آدم عراق العراقي، الله ضاع الاسم، أبو آدم عراق العراقي، الله. يقول: خير إن شاء الله ما دام زواج أكثر من الطلاق، اللي يطلق هم يتزوج وعاد إذا مات. أنت عراقي العراقي أبو آدم، أنت مأخذ الحياة بسهولة، أنت لا تعرف لغة الضوء ولا حركة الأنهار وزقزقة العصافير. أنا الشاعر والكاتب أبو آدم عراق العراقي. يقول ياسر: أرقام الطلاق مرعبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أصلح حال العباد وردهم إليك ردا جميلا. آخر تعليق من مرتضى يقول: دمار دمار، ما استاهل هذا كله دمار. يقول: شوف كم عائلة تفككت، كم طفل انحرم من أبويه، كم رجل انخذل، كم زوجة انظلمت من زوجها، بالإضافة للظلم القادم من المجتمع لها وتمييزها.
الله يستر على الناس، أرى الطلاق أشد من القتل، فهو قتل أسرة كاملة ودفنها بالحياة، لا سيما وإن ثقافة الأفراد في العراق بعد الانفصال لا تسمح لهم بالانطلاق مجددا وبناء حياة جديدة مع شريك آخر أكثر ملائمة، ويظلون عرضة للصراعات والأمراض النفسية. هذا كان آخر تعليق من قبل مرتضى بخصوص موضوعنا الأول الثالث اللي هو موضوع حالات الطلاق. قبل شوي يعني قبل لا أدخل يعني سمعت خبر أنه كادر إحدى القنوات في الرمادي تم اعتقاله من قبل مسؤول سياسي، ما أعرف شنو التفاصيل، ما أعرف منو هي القناة ولا أعرف منو المسؤول السياسي اللي ألقى القبض أو اعتقلهم، بس شنو يعني شنو حرية تعبير الرأي؟ وين يعني سياسة تكميم الأفواه؟ شنو تشتغل فول بالرمادي لو شنو؟ يعني شنو ما يصير ينتقدون مسؤول؟ زين اذا انتقدوك يعني انت تعتقلهم لو تروح لو تروح الانتقاد ما بي شيء، بس اذا اساءوا اليك تروح تتوجه للقضاء، قضاء ياخذ حقك اذا اكو اساءه وتجريح. يعني انا ما اعرف شنو تفاصيل هذا الموضوع، بس وصلني خبر انه كادر احدى القنوات تم اعتقاله في الرمادي. وين وين قياده شرطه الانبار؟ وين مسؤول الشرطه هادر زيج؟ وين الناس اللي هناك القوات الامنيه؟ شنو سياسي يعتقل كادر قناة؟ يعني شنو بوية تزاهية لك الدنيا؟ منو انت اصلا غير نفتهمك؟ اتمنى انه نعرف تفاصيل هذا الموضوع اكثر، ومنو معتقل هذا الكادر، كادر القناة الاعلامية اللي ما اعرف حسب ما افتهمت انه منتقدين سياسي، ضيف منتقد سياسي في البرنامج، لذلك هذا ضايج السياسي، ما اعرف من السياسي. بس يعني شنو تيجي لك قدرة تعتقل ناس؟ شنو بوي تايهت لك تكميم أفواه؟ ثم إذا ضيف انتقدك أو أسألك في قناة أنت تروح للقضاء تأخذ حقك من الضيف القناة الكادر شعلي. أتمنى من قيادة شرطة الأنبار تتابع هذا الموضوع، يعني ما أعرف شنو يعني شنو هيته هي يعني لو شنو ما أعرف. مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة ترند تيوب، حيث الفيديوهات والمقاطع اللي تنتشر بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. انتشر فيديو لتدريب جهاز مكافحة الارهاب بالقفز المظلي مع كلاب الكيناين. خلينا نشوف الفيديو نرجع نسولف. هذا الفيديو هو تدريب جهاز مكافحة الإرهاب بالقفز المظلي مع كلاب الكيناين، هاي اللي تستخدم لأغراض عدة أهمها اللي هي تفتيش، تتفقد الأشياء، يعني مدربة على الكثير من الأمور. الله يوفقهم جهاز مكافحة الإرهاب، وإن شاء الله الله ينطيهم الصحة والعافية على امن وامان البلد. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. يقول حسن: ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم، احسنتم. اما علي عباس يقول: ماذا يحدث في حالة عدم فتح المظلة؟ اخوي بيش طالبهم انت؟ بيش طالبهم؟ شنو ماذا يحدث في حالة؟ عمه طالبهم بطلاب اخوي، ماكو شيء والله العظيم. ليش طالبهم يا حبيبي؟ ماذا يحدث؟ رمل يصيرون، شنو السالفه؟ ليش مفاولهم انت؟ شلون اجى خطرت على بالك؟ كبرياء وامراه تقول: وقف قلبي خاف من المرتفعات. ابطال ربي يحفظهم خاف. عمر يقول: رفعت راسها هذول الله يحفظكم يا ابطال. اما محمد اخر تعليق يقول: كفو من ابطال الجهاز، ربي يحفظكم ويحفظ جميع القوات الامنيه. هذا كان الفيديو الاول اللي عندنا في فقره الترند تيوب. الفيديو الثاني، الفيديو الثاني يعني ما اعرف، الله سبحانه وتعالى
ما اعرف شلون راح يعاقبكم. يعني اكو دول سوتها قبلكم وشوفوا هسه صار بيهم. شوفوا بايطاليا شنو جاي يصير. استغفر الله رب وأتوب إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يتعاركون بالبرتقال، يتعاركون بالبرتقال، ما أعرف يعني هذا يوم معين من السنة عندهم يتعاركون بيه بالبرتقال. استغفر الله رب وأتوب إليك. يعني زين ما تشوفون الزلازل اللي جاي تصير؟ ما تشوفون تركيا ما تشوفون اوكرانيا اللي كانت تتعارك بالطماطم هسه صاير بيهم هسه؟ يعني ما تشوفون تركيا من تقطع مي من تلعب شوف ايش صاير بيها؟ ما تتعظون؟ هاي نعمة الله تعاركون بالبرتقال؟ الهي ما تقلبها بيهم؟ بالبرتقال تعاركون بايطاليا. اشوف فيكم يوم، اشوف بيكم يوم وتظلون بعازة البرتقال والفيتامين سي. امين يا رب العالمين. اشوف بيكم يوم تقومون تستوردون البرتقال من الصومال، من تعاركون بالبرتقال. لو بلد بلد الإنسانية وبلد يعرفون الإسلام بس مو مسلمين، يطبقون واجبات الإسلام. يا شيطان شنو بالبرتقال تعار؟ لو جاء بين صناديق تكفي لسد حاجة الدولة سنة اللي قدام. شوف يتعاركون بالبرتقال. لا إله إلا الله. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت، ماذا يقول أبو مصطفى. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأتوب إليه. إبراهيم يقول الحمد لله على نعمة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. لا مصلي على محمد وآل محمد. فعلا أمير يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديهم للخير. لو متبرعين بي مو احسن؟ اي والله اخويا احسن، بس لمن تحكي انت طبعا احسن. صلاح يقول الله كريم يجيكم السرى. ابو حسين يقول راح يوصلهم السرى ما بقى شيء. اوكرانيا كانت تتحارب بالطماطه. اي والله يا اخويا اوكرانيا كانت تتحارب بالطماطه ووصلهم السرى الحمد لله والشكر. وصلهم السرى وهسه هم يعني ما شاء الله هسه هم صاير بيهم. الفيديو الثالث شقد ما يتطور الذكاء الاصطناعي والصناعي، شقد ما يتطور العلم، يبقى الإنسان هو اللي لازم يقود التكنولوجيا، يقود الآلات، يقود يقود يقود. سيارة تسلا اللي يصنعها إيلون ماسك اللي مهتم بالناس بالبشر بأرواحهم، المهم يملي جيبه تيشيرت جديد ما يشتري له. سيارة تسلا صار بها خلل، فقد السيطرة عليها السائق في الصين. شاهدوا ماذا حصل. شوف انه باع السرعة، باع السرعة. شوف شوف طبعا هي مبينه هسه هي شوف شوف هاي شوف هاي الدخله مبينه، هاي مو مال سايق، هاي مبين هي السياره بالقياده الذكيه مالتها. لذلك فقد السيطره عليها، ظلت تمشي سريع واندعمت ب زين. هذا السياره حسب التحليل انه هي بسبب عطل فني صار بالسياره فالسايق فقد السيطره عليها. زين يعني بابا هاي الدخله مبينه، هاي مو مال سايق، هاي لو سايق يقودها كان اندعم. هاي الدخل هاي من بين السيارات، هاي من بين هي السيارة مشت سريع بس هي بقت محافظة على يعني القيادة الذكية يعني. زين وما ادري بقى ذولا السيارتين البيضاء. زين زين هي ما اعرف هذا شو اسمه يعني، لا هي لا بها سويتش لا هي
زين، هي حتى لمس يعني، حتى ما بيها بصمة، هي تقعد مجرد انه تقعد بالسيارة هي تشتغل من وحدها. زين، ومثل ما تشوفون يعني قيادة، هي قيادة ذاتية، هو هذا الذكاء الصناعي اللي ورطونا بإيلون ماسك. انا سمعت قبل اسبوع انه مرجعين تسلا، مرجعين 365 الف سيارة اللي انباعن، رجعوهن الى الشركة على مود يصلحوهن. باع هاي الدخلة، لا هاي هاي مال مستحيل، مايكل شوماخر ما يفوت هاي الفوتة. زين، مايكل شوماخر ما يفوت هاي الفوتة. يبقى الإنسان هو اللي لازم يقود السيارة. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. شوف شوف الدخلة ما شاء الله، يعني هاي مستحيل تكون مال شخص يعني هو اللي جاي يسوق بالسيارة. بالفقار يقول ماكو أفضل وأحسن من تحكم الإنسان بالأشياء، الله خلق البشر حتى يقود الأرض، مو على مود نخلي ذكاء اصطناعي هو المسيطر على البشر وعلى أغلب الحاجات المتعلقة بالبشر. التطور مطلوب، بس لازم يكون عامل مساعد للإنسان، مو يحل بمحل الإنسان. أكو فرق شاسع بطريقة التفكير والعمل الميداني الصحيح. الغرير يقول هاي التسلا لو بالعراق كان طسه وحده وانقلبت وانتهى الموضوع. محمد يقول فيما يخص المسؤولية القانونية للسائق، هنا لا يسأل عن قيادة برعونة وإهمال، بل ربما لا يتحمل أي مسؤولية بشرط أن يكون قد اتخذ كافة الاحتياطات و وسائل السلامة والصيانة اللازمة لأنظمة السيارة، واتبع الأنظمة والقوانين المرورية، وإلا فيعتبر قاتل خطأ لأنه إرادته اتجهت نحو الفعل دون النتيجة. طبعا هو الساق هو توفى، واللي صاعد وياه جريح، واللي بالمنشأة ما أدري صار بهم بالحافلة. يقول داوود إيلون ماسك همه الوحيد جني الأرباح، حياة الناس شيء ثانوي بالنسبة له. هذا يقول آخر تعليق، يقول إيش دعوة، هو بس يخلي رجله على البريك يتحول للتحكم العادي وينتهي الموضوع. بس قول السائق صيني يقول لك هذا الحكي صح. يعني برأيك بعد هاي المحاولة، بعد هذا المشي كله، يعني معقول السائق ما خلى رجله على البريك؟ إيش بيك عدي حبيبي؟ يعني معقولة ما خلى رجله على البريك السائق؟ يعني هو يعني لازم أنت تفهمها، يعني مبين يعني الفيديو اللي جاي، فيديو اللي جاي فيديو مؤلم. قبل وبعد، قبل وقوع الكارثة وبعد وقوع الكارثة. هكذا كانت هذه المدينة في تركيا قبل الزلزال، وهكذا أصبحت بعد الزلزال. يعني منظر مؤسف، يعني شوف هاي المدينة اللي شلون كانت شلون صارت بعدين، هاي في تركيا يعني بسبب يعني بسبب الزلزال يعني اللي صار في هذه المدينة اللي دمرها تماما، يعني عدم بها الحياة، عدم بها واي مناطق، منازل، بنايات سكنية. قبل وبعد وقوع الكارثة، الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا، اللي لحد الآن الإحصائية اللي عدد الناس اللي انفقدوا واللي انقتلوا في هذا بسبب هذا الزلزال، فقط في تركيا 42 ألف إنسان، والأعداد الجرحى تفوق يعني الآلاف يعني. فهذا هذا الزلزال يعني اللي دمر مناطق عديدة من تركيا وسوريا. يعني طبعا احنا نقول الحمد لله على سلامة الناجين، واحنا ما نتمنى اي بلد يعني يمر بهيك ظرف، والله يحفظنا جميعا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، أقلكم في أمان الله.